مع بعض الحلقة اللي فاتت بعض التصميمات المقدمة من المتسابقين. تعالوا النهاردة نشوف مع بعض باقي التصميمات هتكون عاملة ازاي. أنا منى صلاح، خريجة كلية فنون تطبيقية جامعة 6 أكتوبر. عرفت عن المسابقة عن طريق الفيسبوك من صفحة شطبنا. أنا كنت مشاركة قبل كده في مسابقات كتير كتيم وكمكتب. دي بصراحة تبقى تجربة جديدة علي لأن أنا أول مرة شارك فردي. إن شاء الله التصميم بتاعي يفوز بالمركز الأول. منى، عايزك تحكي لي إزاي عرفتي أنك تستغلي المساحات اللي موجودة، وفي نفس الوقت عايزة كمان توصفي لي اكتر ازاي حاولتي ان انت تحافظي على الروح والكالتشر بتاعه العميل على اساس ان هو صيني، فانت اكيد في ايتمز او اليمنتس عندك هتبقى تشاينيز، فقولي لي ازاي قدرتي تحققي ده في التصميم بتاعك. عملت الكنبه سرير والكنبه كبيره تشيل يعني الكنبه حوالي 1.80 متر في 2 متر لما بتتفرد، واستعملت اليونت المكان اللي قدامها عملت فيه يونت للتلفزيون، وفي نفس الوقت المكان اللي من جوه ده بيتفتح للمكتب. انا عشان المكتب ببقى محتاجه وحده ادراج جنبي، ببقى محتاجه مكتبه علشان الكلاينت ساعات ممكن ابقى محتاجه اعرض حاجه، فانا محتاجه الشاشه، وفي نفس الوقت مش عايز ازود ايتمز تانية للكلاينت. طيب هو الويتنج اريا فين معلش؟ هتبقى الكنبه. طب والكلاينت هيقعد فين؟ عليها، ما هي هتبقى قدام الشاشه عشان لو انا محتاجه اعرض حاجه. أوكي. هو محتاج يستعمل الشاشه في انه يعرض حاجه معينه. هي استخدمت الكنبه كده 3 استخدامات. اه، للكلاينت وسرير وبلاي ستيشن. بالظبط. تمام. وعندي المكتبه بتاعت التلفزيون فيها ستورج، وفيها الدراج بتاعت المكتب، وفي ناحيه الشمال خالص في مكتبه هتبقى جنب الكلاينت نفسه. وعندي الجزء ده عملته دولاب للحاجات اللي بتتعلق، ده المسافة الوحيدة اللي كانت تنفع 60 سنتي. الباقيين كلها وحدات أدراج. تحت الويندو سيت دي في درجين كبار، يمين وشمال الصوفا بيد في عندي يونت في حوالي عرضها 40 سنتي في 40 سنتي، دي برضو ممكن تنفع للحاجات المطبقة، تنفع للشوزات. ممكن نشوف المطبخ، ده عندي الجزء بتاع المطبخ، الجزء البار ده بيتلم ويتقفل وبيبقى باين فيه تابلو أكنها مش موجودة. والكرسيين دول بستعملهم يكمل السيتنج اريا اللي جوه. عشان كده عملتهم نفس اللون؟ اه، عشان كده عملتهم نفس اللون، وعملت المطبخ لون غامق شويه يحسسني وانا داخله ان في عمق شويه لجوه. انا استعملت القاعده بتاعت التويلت مدفونه، واستعملت الجزء اللي وراها بدل ما يبقى مساحه مهدوره عملت فيه يونت للتخزين الحاجات بتاعت التويلت. الطول ده عندك كام؟ حوالي 60 60 90. ماشي. والشاور دي انا عامله الكورنرز بتاعتها بتفتح سلايدنج. تمام، ماشي. شكرا جدا يا باشمهندس، ميرسي. منى صلاح عملت شغل حلو قوي. منى عجبني فيها ان هي واثقه من نفسها جدا، تعرف تتكلم حلو قوي، حتى ايفن لما يبقى في مشكله في الديزاين تعرف تدافع عن الديزاين بتاعها كويس، تعرف تتكلم حلو قوي. نقطه الضعف الوحيده بالنسبه لي ان هي ما راعتش ان يبقى في خصوصيه في المكان. الويتنج اريا هي نفس المكان اللي الناس هتقعد تشتغل فيها، هي نفس المكان اللي لو انا اصحابي جم وانا عندي مثلا عميل مش هبقى عارف ان انا هقعدهم فين او هعمل يعني هوجههم ازاي او هستخدم الاستخدامات دي ازاي. منى صلاح كان عندها طريقه ذكيه في العرض بصراحه، بذلت مجهود ممتاز في انها تعرض الفكره بتاعتها. يمكن الحاجه اللي مش عجباني عندها يعني ما حسيتش انها موفقه في اختيار الوان الكنب، ما حسيتش انها برضو موفقه في الكراسي بتاعه البار، انا حسيت ان حجمها كبير، وبرضو انا يمكن عندي اعتراض على اللون ده شويه، لكن طبعا هي عرضت الفكره بشكل كويس، برضو حطت افكار جديده في انها تفرش. منى قدرت بكل ثقه انها تعرض فكرتها بشكل حلو، وده عزز من التصميم بتاعها. مهم قوي ان انت كمهندس تعرف تعرض فكرتك على الكلاينت حتى لو فكرتك ضعيفه. القطع السمارت كانت كتيره قوي في الديزاين بتاعها، وده الى حد كبير في التصميمات ما بيبقاش مستحب قوي لان بتبقى مشاكلها كتير. الوانها فيها شويه ماخذ عليها، لكن غير كده انا حبيت طريقتها في العرض وحبيت الطريقه اللي عرضت بيها شغلها. كان معانا برضو منى
عجبني عملت مجهود في البرزنتيشن عشان تقدر توصل لنا الفكره بالفيديو اللي عملته واللي اكيد انتوا تابعتوه وشفتوه. بس كتعليق برضو ان الميكانيزمات طول ما انا بقدر اقلل استخداماتها طول ما انا ببقى انجح. ما عجبنيش اللون المستخدم في شغل الفرش، لون الفوشيا ده شويه يعني حسيته مش ريليتد للموضوع، فبرضو المشروع ما ابهرنيش قوي يعني. عجبني التقسيمه وكل حاجه، انما الايتمز نفسها اللي داخله في التصميم بعد كده ما عجبتنيش. عمرو ايمن، خريج كليه فنون تطبيقيه جامعه حلوان، قسم تصميم داخلي واثاث دفعه 2019. هشام اقنعني بالمسابقه وعرض عليا الشروط بتاعتها والمتطلبات اللي في موجوده في المسابقه. في الاول ترددت بصراحه ان احنا نقف قدام التلفزيون وكده. عرفت متطلبات المسابقه ان محتاجينه هو عباره عن الاستوديو، كان مساحته صغيره جدا 35، وكان متطلبات العميل كانت كتيره جدا، فبالنسبه لنا دي كانت تحدي كبير قوي. مش فارق معانا الفوز على قد ما احنا يعني خبره بالنسبه لنا كويسه جدا يعني. انا واخد بالي يا شباب ان انتوا الحلول بتاعه الكيتشن معموله بشكل مختلف عن كل المتسابقين اللي احنا قعدنا معاهم. عايزك تحكي لي اصلا انت حليت الكيتشن بتاعك ازاي، وازاي ان انت الايلاند اللي انت عاملها هتستخدمها هيبقى ليها دبل بيربز او كذا هدف، فعايزك تحكي لي اكتر. اول حاجه الاستوديو كان فيه مشكله كبيره قوي ان المساحه صغيره قوي ومتطلبات العميل كانت كتيره جدا، فبدات ان اعتمد على اول حاجه ان هقسمها ثلاث اجزاء. جزء اللي هو المعيشي، تمام، اللي هو جوه ده معيشي وفي نفس الوقت يعتبر يستخدم كليفينج. هنا دلوقتي الجزء الصوفة هتبقى تستخدم مالتي فانكشن. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الصوفة هتستخدم ايه كسرير برضو، تمام. ده الجزء بالنسبه لجزء الدولاب اللي هو اللي قدامها، دمجته بينه وبين المكتبه اللي العميل كان طالبها. حل خلينا نتفرج كده على اللقطات. ده هنا الجزء اللي ممكن يقدر يستقبل فيه العميل، في نفس الوقت نقدر نستخدمه بار. كان في هنا ميزه كويسه في المطبخ، اقدر استخدم ايه الضلفه دي قلاب. ده ان اقدر ايه يبقى بوتاجاز، وفي نفس الوقت لو جه عميل يقدر يعني بسبب المشاريع او كده اقدر ان اقفل الضلفه بحيث ان ايه ما احسش ان هو مطبخ. هي عملت تشكيل كويس. بالظبط. وفي نفس الوقت وفرت جزء البوتاجاز اللي هو كان طالبه للشعلتين، جزء الميكروويف، الايلاند، تمام. حطيت الحوض. كان في برضو حل كويس قوي في الحل ده، جزء الغساله، ان الغساله برضو وفرتها مكانها تحت الميكروويف بس استخدامها من الحمام، فده كان حل لي مشكله. طيب الثلاجه مكانها فين؟ الثلاجه بلت ان جنب البوتاجاز في الضرفتين دول. بالظبط. فانا موضوع ان الحاجه بلت ان ده يعني كان حل مناسب قوي، ان انا مش حاسس انه في مطبخ، مش عايز تظهرها. بالظبط، تدي شكل جامد. وفي نفس الوقت ايه وفرت متطلبات العميل. كان برضو من ضمن الحاجات الكويسه ان احنا مستخدمين الخامات اللي هي الطبيعيه اللي هم بيستخدموها بره، وفي نفس الوقت الالوان والباليت اللونيه من الطبيعه، مستخدمين درجات البيجات، درجات الابيض، درجات دي. السقف الماتيريال بتاعته ايه؟ السقف ده كان خشب. خشب ايه؟ خشب طبيعي اتش دي اف؟ ممكن خشب طبيعي، ممكن اتش دي اف، برضه البادجت هنا اللي بتحكمني. عمرو كلمني بقى عن ديزاين الحمام. تمام، زي ما شايفين الحمام مساحته صغيره جدا، فكان ما كانش محتاج ان هو يتحط فيه بورسلين، فيه نقشات او اي حاجه، فهو استخدمنا لون محايد الابيض دي بتاع مع الارضيه اللون جراي محايد، واستخدمنا هنا الغساله. هو استخدم ده كممر حركه، فعشان كده نقل كل الايتمز اليمنتس على الشمال، استخدم ده ممر حركه يقدر يدخل منه للشاور. برافو، كانك انت اللي عامل التصميم. انا قلت يعني نساعدهم في الشاور. ماشي يا شباب، خلاص، تسلم ايديكم. احسن هشام وعمرو قدموا لنا مشروع متميز من ناحيه الوظيفه. عجبني جدا ان انا لما ابص على البلان تقريبا ما بشوفش غير ثلاث قطع بس، الصوفه والايلاند والكرسي اللي موجود مع الموضوع.
عجبني انهم قدروا يسكنوا كل الاجهزه المطلوبه في المطبخ، ثلاجه، غساله اطباق، غساله ملابس، عجبني ده كله. الخطوط مسلمه بعضها، المساحات مسلمه بعضها، مشروع عجبني. المأخذ الوحيد اللي عليهم ان هم كانوا مضطربين شويه وهم بيعرضوا الفكره، فما قدروش يدوا البرزنتيشن بالشكل المطلوب. النقطه الثانيه اللي ما عجبتنيش عندهم او اللي كان محتاجه مجهود اكتر من كده، الاكسسوارز اللي ريليتد بالستايل الشاينيز، ان يقدروا يحطوها في المكتبات، التابلوهات تبقى ريليتد شويه بالموضوع. هم خدوا الستايل بشكل مودرن بحت من غير ما يقدروا يضيفوا الاكسسوارات بتاعته، فبشغل بسيط عليه يبقى مشروع هايل. هشام وعمر، تصميم قوي جدا جدا لدرجة ان انا يعني حاسة ان هو عالي قوي على حجم الوحدة ووظيفتها، بس عندي عليهم مأخذ واحد، ما كانوش بقوة عرض التصميم بتاعه. لازم يبقى انا كمهندس عامل المشروع ده يبقى عندي القوة ان انا اعرف اعرضه على كلاينت، على اعضاء هيئة التحكيم. لسه عايزين يلعبوا على الحتة دي شوية. هشام وعمر تقريبا حققوا البريف بنسبة 100%، عرفوا يستغلوا المساحات بشكل أكتر من رائع. كان الأول عندي قلق شوية من إن الصوفة هتبقى بعيدة عن، أو الكنبة هتبقى بعيدة عن شاشة التلفزيون، وده هيمثل إعاقة شوية إن أنا وأنا قاعد بتفرج ممكن الموضوع هيبقى مضايقني. ولكن بعد كده لما هم شرحوا لي إن الشاشة هيجيبوها 80 بوصة وعاملين حسابهم على كده، فأنا شايف إن ده حل ظريف. ولو إن برضه هيبقى عندهم مشكلة إن لو في حد عايز يلعب بلاي ستيشن هيبقى مجبر برضه إن هو هيبقى قاعد على الأيلاند بتاعة المطبخ، وده ممكن ما يكونش أريح حل بالنسبة للمستخدمين. الديزاين حقيقي ما فيهوش غلطة، الديزاين حلو قوي. الكومنت اللي أنا قلته ده جميل. وفي حاجة تانية ممكن تكون برضه مهمة بالنسبة لي كانت ميسنج، أو كانوا محتاجين إن هم يفكروا فيها، ان الطابع الصيني مش موجود. يعني انا مش حاسس ان هم استخدموا حتى ارت وورك صغير يبين ان في طابع صيني، او ان في حاجه معموله لحد الباك جراوند بتاعته تشاينيز. عمرو وهشام فريق هايل، اختاروا البساطه في الديزاين بتاعهم، ما فيهوش تفاصيل كتير، محددين الوظائف والحاجات اللي هم محتاجينها. الديزاين بالنسبه لي بسيط، ما فيهوش حاجه، ما عنديش اي تعليقات عليه، غير ان هم شويه ما اهتموش بالستايل الصيني. يعني انا حسيت، ما حسيتش ان هم اهتموا بالموضوع ده قوي، لكن بقيه الفكره انا شايفه ان هو بسيط وسهل وما فيهوش اي مشاكل. أنا اسمي هاجر محمود، خريجة فنون تطبيقية قسم تصميم داخلي وأساس جامعة بنها دفعة 2021. يمكن صغيرة شوية، بس متحمست إن أنا لما شفت المسابقة على صفحة شطبنا ابتديت إن أنا أشتغل على المتطلبات دي وأشتغل على التصميم، والحمد لله ربنا وفقني إن أنا طلعت شغل أنا راضية عنه جدا، ومتحمسة إن أنا أشوف صراحة النتيجة وأشوف أنا ممكن أعمل إيه، أو ممكن أكسب ولا لأ، أو ممكن الحظ يحالفني المرة دي ولا لأ. حاجة انت حباها قوي في مشروعك وكنت حابة ان احنا نسألك عليها، حاسة ان انت مختلفة فيها. بما ان العميل صيني وعايش هنا في مصر، فهو عنده باك جراوند مصرية واتعامل مع الكالتشر المصرية وعايش في البيوت المصرية وحس بيها كويس قوي، حاولت ان انا اوصل لنقطة محددة ان انا اعبر بيها عن الثقافة بتاعته، ان هو يحس بيها. مش لازم ان هي تكون حاجة صريحة في المكان، بس على الاقل يحس بانتمائه للمكان ده، ان هو مكان هيعمل فيه نشاطات مختلفة، هيبقى كومفورت زون بالنسبه له، ان هو مكان اداري، مكان هيشوف فيه اصحابه، مكان ممكن ان هو يقعد يشتغل فيه لوحده، يبقى بالنسبه له سبيس كده يقدر ان هو يحقق فيها كل حاجه وينتج فيها بشكل كويس. فكان بالنسبه لي اهم حاجه ان هو يحس براحته النفسيه. استخدمت الستريت لاين، ستريت لاين خلاني ان انا العب بيه في حاجات كتير قوي، العب بيه ان انا اعبر عن الثقافه الصينيه، ان انا يعني اختزلها في الستريت لاين ده، سواء في الايتيمز اللي انا مستخدماها، سواء في التقسيمه اللي انا مستخدماها. حاولت ان انا استغل المساحات احسن استغلال بالستريت لاين برضو، بحيث ان انا احقق له كل اللي هو محتاجه، وفي نفس الوقت انا محافظه على اللي انا ماشيه عليه، محافظه على الكونسبت اللي انا ماشيه عليه. حققت ده ازاي؟ احنا هنا لو بنتكلم البدايه، انا دخلت من الباب قدرت ان انا احقق ان هو محتاج مكتب يقابل فيه كلاينت، يكون شكله شيك،
يكون شكل مناسب ان هو ايمج بالنسبه له ان هو يقدر ان هو يستقبل فيه عميل ويقدر يدير شغله بشكل بروفيشنال، وبلس كمان ان هو كان محتاج كاتشن بكل احتياجاته. تخيلتي هو حياته هتبقى عامله ازاي؟ بلس كمان ان انا حاولت على قد ما اقدر ان يكون كل التفاصيل بسيطه، البارتيشن اللي حطيته كلها عباره عن لاينز سامبل خالص، خليته ازاز عشان يقدر ان هو يحس بالوسع ويحس بالنور اللي داخل من الشباك برضو، وفي نفس الوقت ما يفصلهوش بشكل كبير، بس حاولت ان هو يكون مود مختلف. الستوريج هنا انا طبعا حطيت كنبه مترين تكفي 3 افراد مرتاحين جدا، 120 ان هو يقدر ان هو ينام عليها ويستخدمها. ما حبيتش ان هي، حبيت ان هي تكون حاجه كونفي اكتر من ان هي تكون حاجه فيها تفاصيل او فيها اي ديتيلز، بحيث ان هو كده كده ده مش المبيت بتاعه الاساسي كده كده. الاستورج اللي وراها قدرت ان انا استغلها باحسن استغلال، ده بالنسبه لي ان انا اوفر له أرفف ان هو يحط عليها لو كتب، ستورج مقفوله لو هيحط اوراقها ويحط اي حاجات خاصه بيه يقدر ان هو يحققها، وبلس كمان ان انا احافظ على الشكل الجمالي بتاع المكان. حاولت برده في نقطه صغيره، كل الحاجات اللي انا عملتها في الحوائط كلها بينتد، مفيش اي فيها تجاليد خالص، بحيث ان ما يكونش فيها مشكله ولا في ماتيريالز ولا فال اوف كوست برده. يعني حتى التابلوهات اللي محطوطه تابلوهات سامبل ما فيهاش اي افتكاسه من الاخر. تابلوهات بتعبر عن الكالتشر الصيني ولا تابلوهات؟ لا بتعبر عن الكالتشر الصيني، الدواير بالتفاصيل بتاعتها، هو يمكن جايز تفاصيلها في الريندرز هتبان احسن من كده، في اللاينز بتاعتها هتكون اوضح بشكل كبير. بالنسبه للتايلت، التايلت انا حسيت ان حبيت ان هو يكون سامبل جدا، يكون هادي بنفس المود اللي انا عايزاه ان هو يبقى موجود. استخدمت الماتيريالز بلاطات ساده على الحوائط بحيث ان ما يكونش فيها تفاصيل كتير، مرايه موجوده، اليونت بتاعه الحوض لايت بسيط تحتها سوفت لايت، بحيث ان برده يكون في حاجه وورم شويه، ما يكونش دخل من مود مختلف تشوك على طول كده. مكان الثلاجه ده الجزء الموجود للثلاجه، تمام. هو طبعا بما ان مستقبلا وطبعا اللي هيجاب حاليا هي ميني بار، فانا اكيد عملت حسابها في اليونت ان هي تكون ميني بار. فين مكانه يا هاجر؟ مكان مكانه في الكورنر ده جنب المايكرويف في الجزء ده 60 سم جنب الحوض صح؟ لا مش جنب الحوض، الجزء الثاني. الجزء الثاني لان السبيس ما كانتش هتقضي الثلاجه طبعا. الثلاجه كانت هتاخد مساحه، وطبعا لازم هتكون في اول الكيتشن، وفي نفس الوقت انا محتاجه الغساله ومحتاجه الحوض بالظبط. شكرا يا هاجر. شكرا يا هاجر جدا. هاجر متمكنه جدا من ادواتها كتصميم وكعرض برزنتيشن، تصميمها رايق، تصميمها حلو عجبني، تصميمها سهل في التنفيذ. يمكن الحاجه الوحيده اللي خدتها عليها يمكن مكتبه التلفزيون كانت يمكن اوفر، او بالنسبه لي ده اوفر شويه، بس غير كده هاجر مهندسه ممتازه. هاجر عجبني التصميم بتاعها جدا، اول ان اول الشكل العام هايل، عجبني فكره مكتبه التلفزيون. الحاجه الوحيده اللي انا اعترضت عليها او حسيت ان هي مش عامله وظيفتها الليزي بوي، المكان بتاعه محدود قوي، فحسيت ان هو فقد الوظيفه بتاعته، ده يمكن الحاجه اللي لفتت انتباهي، لكن برضو التصميم بتاعها فعلا كان هايل جدا، والالوان بتاعته كانت مريحه وهاديه. هاجر عجبني جدا جدا حياديه الالوان اللي هي عاملاها، وان هي عرفت ان هي تديك شكل حلو جدا بنفس باليته الالوان. يمكن هي لعبت بشكل في التون بتاع الدرجات البيجات مثلا، فاديتك احساس، انا مجرد ما بشوف الديزاين بتاعها حسيت بهدوء، حسيت ان انا مرتاح وان انا فعلا في حاجه مودرن. النقطه الثانيه برضو المهمه جدا ان هي استخدمت ارت وورك تشاينيز، ماشي جدا مع اللي بيحصل في باقي السبيس، فدي بالنسبه لي برضو نقطه حلوه جدا. عندها مشكله صغيره ممكن تكون ان مكان الثلاجه اللي هي اختارته، والحلول لو في المستقبل ان احنا هنحط ثلاجه، فالحل اللي هي اختارته يمكن مش احسن حل، كان ممكن ان هي توظفه بشكل تاني، بس اوفر اول انا حقيقي مبسوط جدا من الديزاين بتاع هاجر. بعد ما المتابعين عرضوا شغلهم على المهندسين، جه وقت ان احنا نشوف راي لجنه التحكيم في كل بروجكت. تفتكروا مين هيكمل معانا ومين هيروح على البيت؟
منا خدت 4 جود. منا 4 جود ويارا واسراء 2 فيري جود واتنين. هو سارة اسماعيل. هارد لك يا سارة، احنا مبسوطين قوي كنت معانا. تاني اسم هيكون اوت. تفتكروا مين؟ تفتكروا مين؟ منى صلاح. هارد لك يا منى. تالت اسم هيكون سهى سمير. هارد لك يا سهى. انتوا وترتوني، انتوا بجد مش كده يا جماعه. اخر اسم هيكون اوت معانا النهارده هو منار خالد. هارد لك يا منار، انبسطنا قوي بيكي. مبروك يا جماعه. في ايه ده؟ خلاص مبسوطين؟ مستعدين للمرحله الجايه؟ مفيش؟ لا مفيش، احنا كده تمام، انتوا في السليم كده. مستعدين المرحله الجايه؟ اكيد. الف مبروك يا جماعه. المهم بقى الصعبه، بس انتوا قدها، ودي المجموعه اللي هتكمل معانا المرحله النهائيه. استنونا الحلقه الجايه. شطبنا ذا ريالتي شو.